أعزائي الشباب، أهلا بيكم معانا حلقة جديدة بتجمعني معاكم. ويلا يا شباب، الحقيقة في كل مكان بروح فيه بيبقى فيه تجمع شبابي، ببقى فخورة جدا بشباب بلدنا، هم دول شباب مصر. النهاردة أنا بقدم لكم دعوة من خلال حلقتنا أن أنتوا تشوفوا معانا شريحة جديدة من شبابنا المصريين، بنات وولاد، لكن كلهم عندهم هدف، كلهم مصرين يوصلوا للهدف ده، انهم يبقوا جزء من صنع مستقبل بلدهم. النهارده احنا معانا دورنا هو تدريب بيقدم للشباب وبيعدهم للحياه السياسيه وبيديهم مهارات حياتيه مختلفه. النهارده هيكون معانا فوق من الافواج دي، هو طبعا البرنامج مستهدف حوالي 1000 شاب، بيقدم لهم مجموعه من التدريبات مده 11 يوم مقسمين لافواج، كل فوق حوالي 100 شاب. الحقيقه في النهايه الشاب هيخرج بإيه؟ هو ده اللي احنا هنحاول نسلط عليه الضوء النهاردة. تعالوا أوريكم شريحة من شباب مصر، هم دول شباب مصر اللي بكرة في المستقبل هنلاقيهم هم اللي بيقودونا. حلقة جديدة ويلا يا شباب. كل خطوة ناخدها نحلم بخطوة تانية، بنقرب ليه بكرة دايما في كل ثانية، والجاي بحياتنا احنا نبني بيدينا. كل حلم كبير بتبقى بداية ناسين اللي فات ودايما باصين لبكره، ومفيش حاجه مستحيله تقدر علينا. الجاي في حياتك انت عارفه ورسمه، لكل واحد في حلم مكتوب باسمه، كل الحكايه وما فيها نتعب شويه. هو يهدف لاستفادة الشباب بشكل كبير جدا وتدريبهم لخوض التجربة السياسية والمشاركة فيها، سواء كانوا المشاركة دي من خلال بعض التجارب السياسية اللي بيمروا بيها، أو حتى إن هم يحاولوا يرشحوا نفسهم في بعض المناصب القيادية. لكن في النهاية إحنا بنعرفهم يعني إيه سياسة. دورنا زي ما احنا قلنا في بداية الحلقة هو مجموعة من التدريبات اللي بتقدم للشباب. الحقيقة التدريبات دي عشان توصل للشباب مرت بمراحل بلورة كبيرة جدا وكتيرة جدا عشان تقدر ان هي توصل للشباب بالشكل المشرف ده. بيسعدنا النهاردة ان احنا يكون معنا الأستاذ خالد كمال، أخصائي أول برامج مركز خدمات التنمية، والحقيقة هو المسؤول عن دورنا عن هذا البرنامج. أستاذ خالد أهلا بيك معنا. طبعا في البداية تحياتنا لهذا المجهود اللي احنا لمسينه وشايفينه، مجهود مشرف الحقيقة لمركز خدمات التنمية. قولي الفكرة بدأت ازاي؟ هي الفكرة ان المكون ده جزء من مشروع كبير قوي، من برنامج كبير قوي اسمه برنامج دورنا. الجزء ده هو خاص بالقيادة، اعداد الكوادر الشبابية على مستوى الجمهورية كلها، واحنا قلنا نختار 1000 شاب من الشباب اللي موجودين على مستوى الجمهورية كله. فكانت الفكرة كلها بالتفصيل او باختصار ان احنا بنحاول ندرب مدربين ليهم علاقة بالتدريب، وان هم يكون عندهم قدرة على توصيل المعلومات للشباب بقدر كافي جدا. فاخترنا عدد من المدربين حوالي 34 مدرب وكلهم محترفين، وبدأنا نشتغل معهم في اعدادهم واعداد المادة العلمية بتاعتهم اللي المفروض يدربوها. طبعا كان ليهم مواصفات محدده، لان هو ازاي عنده قدره على توصيل المعلومه، ازاي عنده مهاره العرض والتقديم، ازاي يقدر يقدم محتوى تدريبي كامل وشامل. وبعدين قدرنا ندربهم الاول ونديهم المحتوى بتاع التدريب ده، وفي الاخر خالص قعدنا معاهم فتره طويله حوالي 10 ايام بنثقل مهاراتهم وبنحاول ان احنا نعلمهم ازاي يوصلوا المعلومات بشكل سلس وبشكل الشباب يتقبلوه ببساطه. وبعدين اخدنا معاهم الكورس ده وبدانا نفكر مين يبقى متخصص في كل حاجه. الهدف من البرنامج هو بنشتغل على 3 محاور. اول حاجه المهارات الحياتيه، والمهارات الحياتيه دي مهمه جدا ان احنا نثقل المهاره الحياتيه اللي هو بيتعامل فيها الشخص. دي الاساس الطول اللي بيبدا بالظبط بالظبط. هو الاول احنا بنعلمه حاجات مهارات حياتيه لنفسه الاول قبل ما يبدا يفيد غيره. وبعديها المرحله الثانيه دي بتاخد مرحله 4 ايام تدريبيه. وبعد كده بنبدا نشتغل معاه على تعبئه الموارد المجتمعيه، ونعرفه يعني ايه موارد اصلا موجوده في المجتمع، ونعرفه يعني ايه مجتمع اصلا ودوره في المجتمع عامل ازاي، وازاي يبدا يعد لعمليه دعوه وكسب تاييد لو عنده قضيه مجتمعيه، مثلا زي قضيه التشجير، زي قضيه البيئه، ايا كان نوع القضايا المجتمعيه اللي موجوده، ونبدا نعده على اساس ان هو يقدر يعرف يعمل تسليط الضوء على القضيه دي، ويبدا يشوف مين اللي ممكن يدعمه ويبقى واقف معاه في ظهره ويبدا يتكلم معاه. ثالث حاجه بنبدا نشتغل عليها هي ازاي يعد بقى حمله انتخابيه،
ودي من الحاجات الجميله جدا اللي هي قلما لما نلاقي حد يبقى فاهم كل حاجه. يعني ممكن يبقى نلاقي شباب كتير قوي مهتمين بحته المهارات الحياتيه واخدوا كورسات تدريبيه فيها وتعاملوا فيها قبل كده، لكن تعبئه مجرد ان احنا بنخش على مرحله تعبئه الموارد المجتمعيه ونخش على ازاي يقدر يعد حمله انتخابيه، هنا دي بتبقى موضوع بيبقى جديد شويه على الشباب، مش كل الناس بتعرف تعمل الحكايه دي. فكنا الاول متخصصين في ان احنا ندرب ناس مؤهلين كويس جدا 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 يقدروا يوصلوا المعلومات للشباب ويقدروا فعلا يثقلوا مهاره الشباب ويعد فعلا كوادر شبابيه. فكره المشروع ان احنا نبدا ناخد كوادر شبابيه على مستوى الجمهوريه كلها. احنا نقينا شفنا الكثافه الشبابيه في المحافظات وعملنا نسبة وتناسب فيها، واحنا بنعد في المشروع وبنبدأ نخطط له نشوف كل محافظة فيها الكثافة الشبابية عاملة ازاي ناخد منها قد ايه، عشان ما نركزش مثلا كل معظم الحاجة بنركز على محافظة القاهرة او محافظة الجيزة اللي هي القاهرة الكبرى، لكن احنا فكرنا في المشروع ان احنا لازم ننتشر على مستوى الجمهورية كلها، وكل محافظة فيها نسبة عدد من الشباب بناخد نسبة منه عشان نقدر نمثل الجمهورية كلها تمثيل جيد. الايام اللي في حياتنا بنعيشها مرة اوعى تستسلم في ثانية للحظة مرة، ده اليوم الحلو اللي يمشي في بعده عشرة. اللي يحب الدنيا دايما بيشوف جمالها وبتقدر توصل عيونه للنور في ليلها، لو في قدامك حواجز دلوقتي شيلها، خلي احلامك قصادك حاول مجرب، ما تفكرش تسيبها لحظة او منها تهرب، واللي بعيد عنك مسيره في يوم يقرب. أنا شايفة إن المشروع استهدف المرة دي 1000 شاب وفتاة، لكن أكيد اتقدم لكم من خلال اللينك بتاعه عدد أكبر. إحنا بالاتفاق مع وزارة الشباب والرياضة عملنا لينك على مواقع التواصل الاجتماعي ودخل قدم عليه أكتر من 5300 شاب، لكن كان رقم كبير جدا. ما احنا قدرنا مش هنقدر نغطي كل شويه، لان برضه طبعا اي برنامج بيبقى ليه هدف وليه فئه مستهدفه بيستهدفها وبيبدا يشتغل معاها، وبنبدا بعد كده نشوف مين اللي هيقدروا يستفيدوا من المشروع. ودي كانت الميزه ان احنا ازاي نطلع ال 1000 شاب من وسط 5000 شاب، فبدانا نحط معايير اختيار للشباب دي ان هو يكون مؤهل، ان هو يكون عنده هدف. احنا اتكلمنا معاهم كلهم ودي كانت حاجه صعبه جدا، ان احنا ازاي نقدر نطلع 1000 من 5000، ده برضه حاجه شويه يعني لازم نحط معايير. طبعا لازم نحط معايير، احنا يعني احنا عشان نستخدم المصطلحات بقى صح، هي معايير اللي هينطبق عليها الشاب ان هو ينفع يبقى قائد مجتمعي في الاخر. وخدي بال حضرتك ان فكره قائد مجتمعي دي مش بالضروره يرشح نفسه في الانتخابات ولا يرشح نفسه في حاجه، يعني احنا لسه بنعد، فممكن يرشح نفسه في مجلس اداره شباب، مركز شباب، ممكن يرشح نفسه لو بيشتغل في نقابه عماليه، ممكن يرشح نفسه في اي حاجه ليها في جمعيه اهليه. شاب او فتاه عنده وعي بصرف النظر هيستخدمه في ايه؟ هي دي المهمه قوي، عشان كده احنا قلنا الاول لازم ياخد مهارات حياتيه، لازم ياخد شويه مهارات يقدر يعرف يتعامل بيها مع نفسه الاول في وجوده جوه المجتمع، وبعدين ياخد جزء من المشاكل اللي موجوده في المجتمع اللي هي تعبئه الموارد المجتمعيه ويبدا يشتغل عليها ويبدا يشوف هو هيعرف يحللها ازاي. المشاكل المجتمعيه كتير وكل مجتمع بيختلف عن الاخر، عشان كده احنا كان غرضنا الاساسي ان احنا نختار من على مستوى الجمهوريه كلها. خد بال حضرتك كل محافظه ليها اهتمامات وليها مشاكل غير المحافظه الاخرى، فاحنا كل ده بنعد واحد من كل محافظه او على الاقل مجموعه من كل محافظه عشان يقدروا يساعدوا المحافظه ويرتقوا بيها ويرفعوا من مستواها. ال 1000 شاب اتقسموا الافواج، وده الفوج السابع مش كده؟ احنا لسه مكملين، لكن كمان اللي عرفناه من خلال الشباب والمدربين بالتحديد يعني عملوا سبوت كده على النقطه دي، ان هيتم متابعه الشباب دول بعد كده. الميزه في البرنامج ان احنا مش بنديله بس مجرد تدريب وبنقف، احنا بنعمل معاه عمليه كوتشنج، عمليه متابعه، وشخص متخصصين، اشخاص متخصصين اصلا بيتم تقسيم العدد الولاد عليهم، وبنبدا نخلي الولاد كلهم الشباب يعني لو هم القاده بقى ان شاء الله في المستقبل، مش ولاد ولا حاجه، هيبقوا قاده ان شاء الله في المستقبل، ان كل واحد فيهم يحط له الهدف ويفضل يشتغل على الهدف ده هيحققه ازاي، في حد بيتابعه بصفه دوريه ويفضل يستمر معاه. وعملنا لهم منصه الكترونيه على الانترنت اسمها مكاننا، المنصه دي فيها كل البرامج التدريبيه اللي هو لما يقدر يحصل عليها اكتر من اللي حصل عليها في التدريب، ودي حلوه جدا بتبقى المنصه دي ان احنا نقدر نعلمه ويقدر لو عنده رغبه في التعلم هيلاقي كميه برامج تعليميه كتيره جدا هيقدر يتعلم من خلالها. طيب
بعد نهاية البرنامج هل بيبقى فيه شكل من أشكال التقييم الذاتي له؟ يعني بعد كده بيتم طرح نقاط جديدة مختلفة عن اللي تم طرحها؟ تمام، النقطة دي كويسة جدا عشان عملية التقييم دي مهمة قوي. احنا كل برنامج بيتم، كل معسكر بيتم، لازم بيعمل بنعمل فيه تقييم قبلي وتقييم بعدي. التقييم القبلي والبعدي الأول بنقيس الأثر بتاع التدريب عليه، وبعد كده فيما بعد بيبدأ معاه عملية الكوتش، بيبدأ معاه مستمر معاه لثلاث جلسات، ودي حاجة جديدة أول مرة نعملها، أول مرة نطبقها أصلا، ودي بنشوف أثر اللي أخده وتعلمه عليه هو الأول، وبعد كده هنقيس أثره على المجتمع. بنشوف في منهم قدر يعمل كيانات شبابية تانية، وقدر يتكلم مع الشباب، وقدر إن هو يوصل ويرشح نفسه في انتخابات وكسب، وفي منهم كسب فعلا، وفي منهم بيعد نفسه إن هو ممكن يكون أحد القادة المجتمعيين فعلا الحقيقيين اللي هو يدخل يرشح نفسه في انتخابات إن شاء الله لما تبقى تفتح المحليات، أو في منهم عنده رغبة أطمح يعني إن شاء الله يحصل، وفي منهم عنده رغبة أكبر شوية إن هو يقدر يخش مجلس الشعب ويقدر، أو مجلس النواب يعني، ويقدر إن هو يبقى طموحه أعلى شوية. يعني الحقيقة أستاذ خالد كمال أخصائي أول برامج مركز خدمات التنمية والمسؤول عن دورنا بهذا الحقيقة التدريب اللي أنا شايفة من خلال لقاءاتي مع الشباب قد إيه حجم الاستفادة اللي استفادوها منه. أنا بتوجه لحضرتك باسم كل الشباب دول بالشكر لحضرتك، كل الفريق القائم الحقيقة في هذا التدريب، وبنتمنى دايما إن احنا نلاقي كتير من التدريبات دي ونحاول على قد ما نقدر نوصلها للشباب عشان يعرفوا بوجودها. ان شاء الله لما تزورونا تاني فيما بعد في معسكر تاني بعد كده هتشوفوا فعلا التغيير، لان احنا الاولاد مستمرين معانا على طول، بنشاركهم في كذا انشطه تانية معانا من خلال المركز عندنا، وبيشاركوا في اكتر حاجه في حاجات كتيره جدا على مستوى المحافظه، فان شاء الله تشرفونا تاني بعد كده باذن الله. شكرا لحضرتك، كل التوفيق. كل خطوه ناخدها نحلم بخطوه ثانيه، بنقرب لبكره دايما في كل ثانيه، والجاي بتبقى بدايته فكرة، ناسين اللي فات ودايما باصين لبكرة، ومفيش حاجة مستحيلة تقدر علينا. الجاي في حياتك انت عارفه ورسمه، لكل واحد في حلم مكتوب باسمه، كل الحكاية وما فيها نتعب شوية. خلال لقاءاتنا في يلا شباب بنقابل شباب كتيرة جدا في كل مكان، لكن اللي بيفرق كل شاب عن الشاب التاني ان كل واحد فيهم بيبقى له طموح، كل واحد فيهم بيبقى عايز يحقق هدف. النهاردة احنا موجودين في معسكر دورنا، الحقيقة لقينا عدد كبير من الشباب، لكن كلهم اجتمعوا على هدف واحد، ان كلهم عايزين يبقى لهم مكان في المستقبل، عشان كده كانوا موجودين معنا النهاردة. خلونا نتعرف بشبابنا، اهلا بيكم. اتعرف عليكي. وئام محمود عماد، محافظة الاهلية، مهندسة كمان. مؤمن الشال، طالب في كلية سياحة وفنادق، محافظة الأهلية. أهلا بيك. ليه حبيتي تشاركي النهاردة من خلال تدريب دورنا؟ تنمية مهاراتي وتدريب زمايلي حضروه، أنا برلمانية، عضو برلمان شباب، فعرفت منهم قد إيه التدريب مفيد، ودخلت على المنصة شفت قد إيه كمية المادة العلمية مفيدة جدا، فحبيت إن أنا أتعلم منها كتير. دي أول مرة تشاركي في تدريب زي كده ولا شاركتي في تدريبات مختلفة للشباب؟ شاركت في تدريبات وزارة الشباب والرياضة، برلماني الشباب، وأنا كنت اتحاد طلبة أيام الجامعة. يعني أنتي بدأتي السياسة من بدري شوية؟ بدأتها من إعدادي كلية. طب الخبرات بقى اللي اكتسبتيها من خلال السنوات اللي فاتت دي والتدريبات اللي خدتيها كانت عبارة عن إيه؟ اتدربت ازاي اعمل برنامج انتخابي في الاول، ازاي ادخل انتخابات، ازاي اختار اللجنه اللي انا عارفاها، ازاي اشتغل على مهاراتي واعرف انا اصلا شاطره في ايه، واعرف افيد الناس بايه، واعرف افيد زمايلي بايه، واتكلم بصوته. كلمني عن الخبرات اللي انت اكتسبتها وليه حبيت انك تشارك من البدايه. هو بصراحه ده كان اول معسكر اطلع فيه حاجه زي كده، مثلا شغلي بشتغل حاجات تانية او نشاطات تانية في الجامعه، اتحاد طلاب وجواله وبتاع، فانا بشتغل حاجات تانية. فبصراحه اول ما جات لي الفكره ان في برنامج اسمه دورنا وبيقدم وبيطلع كوادر شبابيه، حبيت قلت ليه ما اكونش موجود، ليه ما اتعلمش حاجه جديده زي الحملات الانتخابيه، زي الدعايه، الحاجات دي كلها هتفيدني لقدام لو حبيت مثلا بعد كده وليكن انزل محليات بعد كده، اكون شخصيتي انا، اكتسب خبرات جديده، فدي حاجه اكيد هتفيدني وهتقدم لي كتير قدام. ولو
لما جيت واشتركت في التدريب ومرت ايام التدريب، احكي لي بقى ايه اللي حصل، ايه اللي اتغير من جواك، ايه اللي اكتسبته جديد؟ هو بصراحه اصلا انا كنت جاي التدريب، يعني انا عندي امتحانات، فاللي هو ايه طب هروح التدريب، لسه امتحاناتي يوم 4/6، فاللي هو ايه هروح التدريب هفوت وقت ومش هذاكر ومش عارف ايه. بس بصراحه لما جيت هنا اول يومين قلت هجرب اول يومين كده، لو لقيت الدنيا مش كويسه هقوم سايبت مثلا، هقوم معتذر وهمشي. انما بصراحه اول ما جيت هنا الماده العلميه شيقه جدا، المحاضرين اللي عندنا كويسين بصراحه، بيقدموا الماتيريال ذات نفسها كويسه جدا، والمحاضرين اللي عندنا كلهم شاطرين فبيعرفوا يقدموا الحاجه كويس. الناس اللي موجوده برضو والخبرات اللي اكتسبناها والمعارف الجديده اللي عرفناها، وكل قاعده اللي احنا متقسمين 4 قاعات، كل قاعه حرفيا عيله، كلنا بنتقابل في كل مكان، بنمشي مع بعض، بنخرج مع بعض في الوقت الفاضي كامله مع بعض. انتوا 11 يوم مع بعض، يعني اكل وشرب وتعليم وغيره، 11 يوم اقامه كامله. غير كده ان احنا يعني مثلا وليكن احنا جايين من الدقهليه مع بعض، بس احنا ما نعرفش بعض، عرفنا بعض ان احنا جايين ومشينا مع بعض وخرجنا مع بعض في الوقت الفاضي، فدي حاجه فادتني بصراحه، العلاقات الشخصيه والمهارات اللي انا اكتسبتها. الايام اللي في حياتنا بنعيشها مره، اوعى تستسلم في ثانيه للحظه مره، ده اليوم الحلو اللي يمشي في بعده 10. اللي يحب الدنيا دايما بيشوف جمال، وبتقدر توصل عيونه للنور في ليل، لو في قدامك حواجز دلوقتي شيلها، خلي احلامك قصادك حاول وجرب، ما تفكرش تسيبها لحظه او منها تهرب، واللي بعيد عنك مصيره في يوم يقرب. يعني من وجهة نظرك ايه اللي ينقص التدريب اللي انت حضرته ده النهارده؟ ينقص التدريب اللي انا حضرته؟ ايه اللي كان نفسك يبقى موجود فيه وما لقيتوش؟ كنا محتاجين مثلا ايه؟ كنا محتاجين مثلا وقت ترفيه اكتر من كده، يعني مثلا كنا محتاجين وليكن يوم كامل كده نطلع فيه كل ترفيه، بس ده بنعوضه ان احنا بنخرج بالليل برضه، بس احنا كنا مثلا محتاجين الوقت. عندكم كل يوم دراسة لغاية الساعة 4 وساعات 5 مش كده؟ بالليل بقى هو الترفيه. متاح معانا براحتنا جوله حره بقى معاك لحد الساعه 12، عشان هنا المدينه لها قوانين برضو، ف قبل 12 والمنظمين برضو بيبقوا متهاونين معانا، ساعات لو جينا متاخر او حاجه بيعدوها لنا. انما مش ليك انت عشان تبقى صاحي الصبح فايق، يعني صاحي فايق، وعشان تبقى فايق وشايف انت بتعمل ايه، ما تبقاش جاي متاخر وتنام متاخر وتصحى بقى نايم في المحاضره بس الماده العلميه اللي اتقدمت لك انت شايف ان في حاجه ناقصها في طريقه التدريس، انت كنت محتاجه احسن من كده، ولا انت شايف ان كل حاجه تمام؟ انا لسه داخل في حوار البرلمان والحاجات دي قريب، فبالنسبه للحاجات دي جديده عليا وانا اكتسبت منها خبرات كبيره، يعني ممكن حد بقى مثلا قديم شويه وعارف ممكن هو اللي يقيم الموضوع ده شويه، انما بالنسبه لي انا راضي جدا عن الماده العلميه اللي اتقدمت. يعني زي ما بنقول كده التقييم لو من 1 لـ10 انت راضي ولا غير راضي؟ 7/10. هايل، نسبه هايله. ها قولي لي بقى ايه اللي كان اللي انت متخيله انه كان لازم يبقى في التدريب وما لقيتيهوش؟ وانا بصراحه من ضمن التدريبات اللي حضرتها ده كان احسن تدريب، لانه كان 11 يوم اطول كم، واكتر كم باثر عليا في مهارات حياتي واثر عليا في السلوك اللي انا اكتسبته، خاصه ان انا ناويه ان شاء الله انزل مجلس نواب، فانا اتعلمت هنا كتير، حملات الانتخابيه ازاي تكون صح، خط تجربه الانتخابات، اتعلمت ازاي المناظره، ازاي الرد عليها، ازاي ان انا هتعرض لاستفزاز، فكان اختيار المدربين والمنسقين والمنظمين بجد على مستوى عالي جدا، واحنا استفدنا كتير جدا منهم. قولي ايه بقى للشباب اللي بيتابعنا دلوقتي عن تجربتك دي؟ اتمنى ان كل الشباب تتابع مشروع وطن وتدخل على المنصة وتخد التجربة دي، لان بجد اعداد 1000 قائد هم بجد كانوا رائعين فيه، ولو هقيمهم فانا هديهم 10/10 بصراحة، يعني لان بجد احنا اتعلمنا كتير جدا، ويعني كان في المحاضرة قسموها مهارات حياتية يعني جابوها تدريج، حتى المادة العلمية كانت مدرجة لينا، بعدها تعبئة موارد وازاي نعمل مشاريع، ففدنا على الحياة الشخصية والسياسية، بعد كده حاليا الحملات الانتخابية وازاي نخوض الانتخابات بقوة، ازاي اعمل العملية الانتخابية، ازاي اصلا اعرف انا هاخدها ازاي، بالذات ان المحليات خلاص داخلة علينا وتمثيل الشباب هيبقى مهم جدا فيها، اختيار اصلا الفئة العمرية كان حلو جدا، تعرفنا على ناس كتير وصحاب، عملنا شبكة علاقات قوية جدا هتقوينا، التدريب بصراحة كان هايل جدا.
تدريبك ان شاء الله؟ لو يعني ان شاء الله هكمل في بقيه التدريبات بتاعتهم. يعني انا ما زعلتش جدا ان انا خدت اجازه، يعني انا واخده اجازه من شغلي. لا استفدت جدا بصراحه. هتاخد التجربه دي تاني لو تعرضت عليك؟ طبعا، بقول لحضرتك انا جاي وسايب الامتحانات. طيب على العموم انا مبسوطه جدا، فخوره ان ده رد فعلكم يعني للتجربه، وان انتم انبسطتوا بيها وخدتوا خبره، ودي حاجه مهمه قوي. في حاجه مميزه جدا في المحاضرين هنا وفي التدريب، ان الجزء العملي وبعدين بنفصل بنشاط وعرض، وكان معظم استشانات بيخلونا نعتمد على نفسنا ونعرض. فقوانا بان احنا نعمل ازاي، نعمل خطاب جماهيري ازاي، نعرف نتكلم قدام الناس ازاي، نعمل اصلا برزنتيشن عرضه بيتكون من ايه. فبصراحه لا استفدنا جدا الحقيقه، يعني زي ما بنشوف الشباب كده متحمسين جدا للماده العلميه، لكن كمان انا لاقيه ان التدريب ادهم فرصه لابراز مواهبهم كمان. يعني مؤمن معانا عنده موهبه ظهرت ولا هي كانت موجوده اصلا؟ وانا اصلا يعني في الحقيقه انا بلعب جواله، فاحنا على طول عندنا حفلات سمر وكده، فانا صيحات، فانا خدت اغنيه حته من اغنيه لجواله كليه اداب عندنا في جامعه المنصوره وطبقتها على المعسكر. ممكن اقول المعسكر هي بس بتبدا بصيحه كده، لا 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 لا، دمعتنا في عيننا مروحين، دايما معاكو مبسوطين، دورنا فكرة جمعتنا على الأمل، فرحة ومحبة الكره بينا يتقتل. لا 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 لا، ومن تاني اكيد متجمعين في دورنا التامن والجايين، مستنيينكو يا قادتنا نحيي ونرفع في رايتنا. لا 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 لا. شكرا. مش سبت الامتحانات وبس، ده انت كمان يعني بتغني للتدريب وانت مبسوط بيه يعني. اثر فينا بصراحه، وبصراحه من احسن المعسكرات اللي حضرتها في حياتي، واتمنى الموجود ده يتكرر تاني باذن الله. سعيده باحساسكم ده بالتدريب، وان انتوا قد ايه استفدتوا منه. كل التوفيق ليكم، فخوره بيكم يا شباب، وشكرا ليكم. كل خطوه ناخدها نحلم بخطوه ثانيه، بنقرب لبكره دايما في كل ثانيه، والجاي في حياتنا احنا نبني بايدينا. كل حلم كبير بتبقى بدايته فكره، ناسين اللي فات ودايما باصين لبكره، ومفيش حاجه مستحيله تقدر علينا. الجاي في حياتك انت عارفه ورسمه، لكل واحد في حلم مكتوب باسمه، كل الحكايه وما فيها نتعب شويه. كده نكون وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا النهاردة، لكن دايما بنكون معاكم الحقيقة في كل مكان فيه أنشطة شبابية بنقدمها لكم، وبنقدم لكم دعوة ان انتوا تكونوا جزء من الأنشطة دي، جزء من البرامج التدريبية اللي بتقدم للشباب من جهات مختلفة ومتنوعة. تابعوا دايما وحاولوا ان انتوا تعملوا لنفسكم مكان لبكرة. انت بس اللي تقدر تعمل مكانك بإيدك، محدش يقدر يقدم لك مكانك في مستقبلك. شكرا واشوفكم في حلقة جاية.